بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 77 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطيب الله جميع أوقاتكم بكل خير وجعلها عامرة بذكر الله عز وجل. نحييكم في مستهل هذا اللقاء، مرحبين بضيف البرنامج فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا وسهلا فضيلة الشيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. بداية بارك الله فيكم، هذا أحد الإخوة رمز لاسمه بمحمد صالح من الرياض، يقول: قال عليه الصلاة والسلام: لا عدوى ولا طيرة. الحديث: إذا كان الإنسان إذا توكل على الله تعالى، فهل له أن يخالط المريض مرضا معديا؟ وإذا كان له ذلك، فهل له أكل ما فيه ضرر عليه، أو الإسراع بالسيارة، أو شيء من هذا القبيل؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن مخالطة المرضى والمصابين الذين تعدي أمراضهم منهي عنها. جاء في الحديث: لا يريد مصح على ممرض. في الحديث الآخر: فر من المجذوم فرارك من الأسد. ونهى صلى الله عليه وسلم إذا وقع الوباء في بلد أن يخرج منه أحد أو أن يدخل إليه أحد، وهذا من الوقاية. هذا من الوقاية، والوقاية خير من العلاج. ولكن إذا دعت حاجة أو ضرورة، وكان عند الإنسان يقين وتوكل على الله قوي، فإنه يخالط المريض. المريض لا يترك ويهمل، يحتاج إلى خدمة، يحتاج إلى علاج، يحتاج إلى يتوكل على الله ويخالط المريض، ولن يصيبه شيء بإذن الله. نعم. أحسن الله إليكم. سؤاله الآخر يقول: لا عدوى ولا طيرة، هل لها علاقة بقدح في عقيدة المسلم؟ قدح في عقيدة المشركين الذين يظنون أن العدوى تنتقل بنفسها، وأن المرض يعدي بنفسه بدون تقدير الله عز وجل، فهذا فيه الرد عليهم. أما المسلم فإنه يعتقد أن انتقال المرض إنما هو بإذن الله وبتقدير الله عز وجل، ومع هذا هو مأمور بالتوقي وأخذ الحيطة، ومأمور بالعلاج وفعل الأسباب الواقية. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ صالح. أيضا من الأسئلة في هذه الحلقة، أبو عبد الرحمن يقول: إنسان قبل أن يخرج من بلده مسافرا سمع الإقامة للصلاة، فهل يلزمه الصلاة جماعة في المسجد مع العلم أنه قد أخذ استعداده وأهبته للسفر؟ إذا كان أنه رحل وركب راحلته أو سيارته، فلا يلزمه أن يذهب إلى المسجد، لأنه رحل استعد للسفر، لا يلزمه. ولكن إذا ذهب احتسب الأجر وذهب، يكون هذا أحسن. نعم. أحسن الله إليكم. ميم صاد البدري يقول: هل تشرع الزيارة والصلة لقريب لا يهتم بمن يأتيه؟ نعم، زيارة المسلم هذه مشروعة، ولو كان المريض لا يهتم بمن يأتيه، له حق فيزار. من حقوق المسلم على المسلم إذا مرض أن يعوده، وإذا مرض فعوده، كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. سؤاله الآخر البدري يقول: هل الجلوس بين الظل والشمس منهي عنه؟ نعم، هذا منهي عنه، لأن فيه تشبها بالشيطان. نعم. أنتقل لسؤال من محمد صالح العتيبي يقول: رجل تجاوز الميقات لكنه لم يبتعد عنه حيث يراه عن قرب، فأحرم من مكانه، فهل يلزمه شيء؟ نعم، إذا تجاوز الميقات فإنه يرجع إليه ويحرم منه، استدرك هذا. فإن أحرم بعد ما تعداه فإنه يجب عليه فدية، لأنه ترك واجبا من واجبات النسك، ولو كان يراه الرؤية يمكن يراه من بعيد. نعم. بارك الله فيكم. هذا السائل أبو بدر يقول: ما هو حد الربح أو المكسب
يكسب في التجارة عند البيع، حيث أننا نرى أن هناك تجاوزات من بعض التجار؟ الربح إذا كان بسبب ارتفاع الأسعار، قلة السلع، كثرة الطلب، هذا ليس للناس فيه دخل، هذا لا ليس للناس فيه دخل، يباح. وأما إذا كان سبب الزيادة في الثمن تلاعب التجار والتغرير بالمشتري، هذا حرام ولا يجوز، نهى صلى الله عليه وسلم عن الغرر. نعم. بارك الله فيكم. هذا من المدينة المنورة محمد عبد الله يقول: قدم لشخص تمر من إنتاج المدينة النبوية فقال: أنا آكل من هذا التمر لا محبة له، وإنما لأن أرضها ضمت جسد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، لا شك أن تمر العجوة بالذات والخصوص تمر العجوة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن له خاصية وفيه شفاء بإذن الله، فيأكله من أجل ذلك، لا لأن النبي صلى الله عليه وسلم مدفون بالمدينة. البركة في هذا التمر في العجوة، وأنها تناقض السحر أو تمنع السحر، هذا من الأصل قبل وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، أخبر بذلك في حياته صلى الله عليه وسلم، لا أسأله علاقة ببدن الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما هذا من الخرافات. نعم. بارك الله فيكم. انتقل لسؤال آخر. هذا الشخص أبو إياد يقول: شخص يصوم أيام البيض كل شهر ثم مرض أو سافر في شهر من شهور السنة، فهل يصوم هذه الأيام قضاء إذا زال عذره، أو يقال إن ثواب عمله حاصل لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما؟ المشروع صيام ثلاثة أيام من كل شهر، هذا هو المستحب، ولا تفوت أيام هذه الثلاثة، سواء صامها في أول الشهر أو في وسطه وهو ما يسمى بأيام البيض، أو في آخره، يصومها في آخر الشهر أداء لا قضاء. نعم. هذا سائل آخر رمز لاسمه بالسين صاد يحيى يقول: قرأ الإمام آية فيها سجدة ثم كبر ناويا الركوع، ولما استقر في الركوع تذكر فورا أنه قرأ آية سجدة فسجد فورا من ركوعه. لا بأس بذلك، لكن ربما يلتبس هذا على المأمومين الذين وراءه، وكونه يستمر في ركوعه هذا أفضل وأتم. نعم. بارك الله فيكم. هذا السائل يقول: حفظكم الله، رجل أذن لزوجته بصيام النفل وفي أثناء النهار رغب بجماعها، فهل يجوز له ذلك؟ نعم يجوز له ذلك، لأن النفل لا يلزم إتمامه، يجوز للإنسان أن يفطر في أثناء النهار بأكل أو شرب أو جماع، لا يلزم إتمامه، وإنما هذا في الفرض الواجب من صيام رمضان أو قضاء رمضان أو نذر أو كفارة، الصوم الواجب لا يجوز نقضه وقطعه، وأما النفل فلا بأس. نعم. بارك الله فيكم. هذا سائل آخر يقول: رجل وهو صائم احتجم لكنه لم يخرج منه إلا دم يسير، فهل يفطر بذلك؟ دام أنه احتجم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أفطر الحاجم والمحجوم، ما دام أن هذا حجامة تسمى حجامة فإنها تفطر الصائم لعموم الحديث. نعم. هذا السائل أحمد حفظكم الله محمد من الرياض يقول: شخص نذر فيما مضى نذر طاعة لكن نسي بماذا نذر، فماذا يلزمه؟ يتذكر، يحاول أنه يتذكر النذر الذي نذره ومعه فسحة في هذا، فإذا لم يتذكره إنه يكفر كفارة يمين. نعم. أحسن الله إليكم. محمد صالح من جدة يقول: أرض موقوفة لبناء مسجد عليها، فرأى بعض المتبرعين لهذه الأرض أن يقتطع جزءا منها لتكون مواقف سيارات لصالح المسجد، فهل يجوز ذلك؟ هذا يراجع الجهة المسؤولة عن المساجد، وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف، راجعها في هذا وهي تنظر في هذا الأمر. نعم. بارك الله فيكم. رجل لبس خفا في رجله اليمنى وعليه جبيرة في رجله اليسرى، فكيف يكون المسح على الجميع؟ نعم، يمسح على الخف ويمسح على الجبيرة برجله اليسرى، يعني الجبيرة على القدم ولا في الساق؟ إذا كانت الجبيرة في رجله اليسرى لا تغطي كل القدم، يقول لا تغطي القدم كاملة، لا تغطيه كامل، يغسل ما ظهر ويمسح على ما سترته الجبيرة. أحسن الله إليكم. هذا يسأل يقول: أنا شديد الغضب، فبماذا تنصحونني وإذا غضبت طلقت؟ أما مسألة الطلاق هذه يراجع المحكمة أو دار الإفتاء،
وأما شدة الغضب فيدفعها بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. قال تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. فاستعيذ بالله من الشيطان، وهذا ما يطرد الغضب. غضب رجل يتلاحى مع شخص آخر في النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه وقد اشتد به الغضب، قال: إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأخبر الرجل بذلك فقال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فزال عنه الغضب. نعم. أحسن الله إليكم. المستمع سعيد أحمد من مكة المكرمة بعث بهذا السؤال، يقول: كثير ما يصاحبني النعاس أثناء سماعي لخطبة الجمعة في المسجد الحرام، فهل يجوز لي أن أطوف أثناء خطبة الجمعة حتى لا يأتيني ذلك النعاس؟ اجلس واستمع للخطبة، وإذا غلبك النعاس لا حرج عليك. نعم. بارك الله فيكم. هذه إحدى الأخوات تسأل، تقول: امرأة توفي عنها زوجها وكانت في حياة زوجها تتنقل عند أولادها، فأين تعتد وتكمل العدة؟ وما الحكم لو كان للزوج عدة منازل، فهل لزوجته الحادة أن تنتقل في هذه المنازل أو تتنقل؟ تعتد عدة الوفاة في البيت التي سكنها الزوج فيه، سكنها الزوج المتوفى فيه فتعتد فيه. نعم. أحسن الله إليكم. أبو إبراهيم من الدمام يقول: شخص يتظاهر بالمرض أو بالتعب خشية أن يصاب بالعين أو السحر، فهل في هذا قدح في عقيدة المرء؟ هذا وسواس من الشيطان، عليه أن يترك هذا الشيء ويتوكل على الله سبحانه وتعالى ويحسن الظن بالله ولا يكون عند هذا الخوف وهذا الوسواس، وهذا من الشيطان. نعم. أحسن الله إليكم. شخص نذر إن ترقى في وظيفته أن يذبح بعيرا ليطعم أصحابه، فحصل له ما نذر به، فهل يلزم الذبح أو يكفي أن يكفر كفارة يمين؟ إذا كان نذر ذبح البعير للصدقة بلحمه فيلزمه ذلك، لأن هذا نذر طاعة، قد قال صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. إذا نذره للمساكين يجب عليه الوفاء، أما إذا كان نذره لزملائه وهم أغنياء هذا نذر مباح، إما أن يفعله يخير بين فعله وبين كفارة يمين. نعم. أحسن الله إليكم. هذه أم البراء تقول: بارك الله فيكم، أنا متزوجة ولي أولاد كثر ويتعبني الحمل حتى أصبحت مصابة بمرض السكر والضغط وما إلى ذلك، وأريد أن أنظم النسل ولكن زوجي يمنعني من ذلك، هل لي أن أعمل ذلك من غير رضاه ومن غير أن يعلم؟ إذا كان لتنظيم النسل أو تأخير النسل سبب مرضي وقرر الأطباء ذلك، إذا قرر لها الطبيب أن توالي الحمل عليها يضرها فلا بأس أن تأخذ ما يؤخر عنها الحمل، قوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولو لم يرضى زوجها بها، لأن هذا دفع للضرر عنها. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل يمكن التيمم بالحجر وغيره؟ الغبار، إذا كان الحجر أو غيره عليه غبار طاهر لا بأس أن يتيمم بترابه وبغباره، أما إذا كان الحجر أملس وليس عليه شيء فلا يكفي هذا. نعم. أبو أحمد له سؤال آخر، يقول: ماذا يفعل المريض الذي لا يستطيع الوضوء ولا التيمم ولا يجد من يعينه على ذلك؟ إذا خشي خروج الوقت وليس عنده من يعينه على الوضوء ولا على التيمم فإنه يصلي على حسب حاله بدون وضوء وبدون تيمم، قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. نعم. سعيد أحمد من مكة المكرمة يقول: هل هناك وقت معلوم ما بين العمرة والأخرى؟ ليس هناك وقت معلوم، ولكن ينبغي ألا تتقارب العمر في ساعات في يوم واحد، يكون بينها فاصل زمني ولو كان يسيرا. عائشة رضي الله عنها كانت قارنة بين الحج والعمرة، ثم بعدما فرغت من الحج طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعمرها، أعمرها من التنعيم، وما بين العمرتين ليس بوقت طويل ولا بأس بذلك. نعم. أحسن الله إليكم. أنتقل إلى هذا السؤال الذي بعثه الصالح من الدمام، يقول: ما الفرق بين الدين والقرض والسلم؟ الدين اسم عام يشمل القرض ويشمل السلم، والقرض هو أن يأخذ مالا يقضي به حاجته ثم يرد بدله،
هذا هو القرض، وفيه فضل عظيم وأجر للمقرض، ويسمى بالقرض الحسن الذي لا يقصد من ورائه استثمارا، لا يقصد من ورائه استثمار، وإنما يقصد الأجر ويرجع إليه ماله، هذا هو القرض. أما السلم فهو تعجيل الثمن وتأجيل المثمن، يعني تأجيل رأس المال وتأجيل السلعة، تاجه الناس، وهو عقد طيب، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم بضوابط معلومة إلى أجل معلوم، ويكون الكيل والوزن معلومين، أن أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم وزن معلوم إلى أجل معلوم، هذا هو السلم. قد يحتاج المزارع إلى ما أو صاحب الشركة إلى ما يمول شركته أو زرعه، فيأخذ من التاجر دراهم يمول بها مزرعته أو شركته أو مشروعه، ثم المستدين يحضر السلع التي أسلم فيه عند حلول الأجل، بشرط أن تكون هذه السلع مما ينضبط بالوصف، مما ينضبط بالوصف. نعم. أحسن الله إليكم. أم عامر من تبوك تقول: ما أسباب السعادة في الحياة وما علاج الهم والغم والحزن؟ أسباب السعادة في الحياة العمل الصالح، قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هذا هو سبب السعادة في الحياة، العمل الصالح واليقين والاعتماد على الله سبحانه وتعالى والثقة بالله، ويعالج الهم والحزن والوساوس بذكر الله عز وجل، بالورد في الصباح وفي المساء، بقراءة آية الكرسي وسورة الإخلاص، سورة الفلق، سورة الناس، يكررها 3 مرات بعد آية الكرسي في الصباح وفي المساء، وكذلك بعد الصلوات المفروضة، لكن إنما يكرر السور في بعد صلاة الفجر وصلاة المغرب، وأما في بقية الفروض فيكفي مرة واحدة كل سورة، وبهذا يذهب عنه إن شاء الله ما يجده. نعم. أحسن الله إليكم. نختم هذه الحلقة بارك الله فيكم بهذا السؤال. يقول السائل أبو معاذ: أنا أقول في دعائي: اللهم رزقني بزوجة في غاية الصلاح والجمال والحياء، هل هذا يدخل في الاعتداء في الدعاء أو لا يدخل؟ لا يدخل في الدعاء، لكن أن تسأل الله امرأة صالحة، أن تسأل الله امرأة صالحة طيبة، هذا أولى من الاعتماد على الجمال، وربما تكون جميلة لكنها غير مريحة، وربما تكون غير جميلة على المطلوب وتكون مريحة لزوجها، فيسأل الله المرأة الصالحة الطيبة. نعم. بارك الله فيكم وفي علمكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة والأخوات، أجاب عن أسئلتكم في هذه الحلقة فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا. نلتقي على خير في حلقة مقبلة بإذن الله تعالى، وهذه تحية من الزميل عثمان ابن عبد الكريم الجويبر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.